والكتاب المقدس أحبائي بيتكلم عن أوبئة كثيرة سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، لكن برضو إلى اليوم أحبائي بنقرأ عن أوبئة كثيرة حدثت. وعلى فكرة يعني يمكن ضخموا موضوع الكورونا أو الكوفيد-19، بس لما بتقرأ تاريخيا عن بعض الفيروسات أو بعض الأوبئة اللي حصلت حصدت يعني ربع أو ثلث السكان، وأنا بتكلم على مئات الملايين. وهذه النوع من الأوبئة مثل الطاعون الأسود، مثل الكوليرا ما زالت تحصد ناس في أفريقيا، مثل الإنفلونزا الإسباني في بداية القرن 19 في حوالي 1918 بعتقد، وطبعا الإيبولا والسارز والكورونا وأسماء كثيرة، أسماء علمية ما بعرفها أنا، كل هذه الأسماء اللي تسببت بفيروسات مضرة جدا. وهذا الوباء يعني مش بس مجرد مرض معين، الوباء أحباء الشيء مستشرس اللي بصيب مش بس الشخص وبصيب جماعات كثيرة. فالأوبئة أحيانا تحصد قرى، تحصد مدن، بتحصد شعوب، بتحصد أمم. فالوباء هو الشيء الكبير اللي بيحدث مش مجرد مرض معين، لكن بتحدث لجماعة كبيرة، جماعة ضخمة جدا. بغض النظر هذا المرض دايما معدي، دايما بيستشري في أسباب كتيرة. يعني إذا كل اسم يعني فيروس أو مرض أو وباء ذكرته حصد ملايين، عشرات الملايين، ووصل العدد إلى مئات الملايين. فطبعا تسببت في الموت، تسببت في الدمار.